السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، كما نعرف أن أفضل الكلام كلام الله عز وجل، لا ريب ولا شك. فنطلب من شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي أن يتلو علينا بعض من آيات الله عز وجل. هذا كذا الآن. تعال صلي وراءنا في الصلاة إن شاء الله، وستسمع التلاوة في صلاة الجماعة. بارك الله فيك. يا سيدنا، أنت معاذ صاحب كل يوم مرة يسأل كم عمر ابنتك الصغيرة، ومرة يسأل. ماشي ماشي يا معاذ، لنا لقاء معك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا، انا اسمي محمد مش معاذ. اي حاجة، بس المهم تكون عاقل يعني. طب هو مش المهم عاقل؟ تكون عاقل يعني، تكون رزين، تكون رزين وصالح، رجل صالح. اسأل أسئلة عقل يا حبيبي، اسأل يا حمادة، أنت اسمك محمد، لازم تكون عاقل يا محمد. السؤال اللي سألته لك يعني، كم سنة يا محمد أنت؟ مش أنت صاحب الـ16؟ ايوه، بس مش بتاع اللي عايز يتجوز، وحلفت لك بالله، لا مش انا، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. خلاص رضينا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول. ماذا تريد يا محمد؟ تغيرت اسم، ماذا تريد؟ محمد ابن من؟ ما مش لازم انا اقول بقى ابن عشان حياتي. مش لازم تقول. ليه انت زعلان من والدك ولا ايه؟ لا لا لا، لا زعلان من والدك كده؟ مش راضي كنت تجيب اسم والدك عشان نقول الله يوفقه؟ ما هو مش كده، محمد ابن سيد. وسيد ابن من؟ مش لازم، ابن عبد الله. عبد الله ابن من؟ كده كده يبقى في حاجة تاني. ما في. السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو تفضل.